أريد أعرج على موضوع ذكرتيها جنابك قبل نعم. شوية عن المناطق المحررة وموضوع التدقيق الأمني. أريد أذكر أنه هناك الكثير من الأسماء في مناطقنا لديهم تشابه حتى الاسم الرباعي. هذا الموضوع يجب على الدولة أن تعيد النظر بهذا الموضوع وتكون هناك قاعدة بيانات لكي يستطيع هؤلاء الأشخاص، يعني مثلا في مناطق أغلبها اسمها جاسم، محمد، خلف، عبد الله، وهذه الأسماء المتداولة. صحيح. هذا الأسماء يعني ما لهم ذنب أنه أهلهم سموهم، ولكن يجب أن يمنحون بكتب رسمية أو هوية خاصة أنه هذا الاسم خالي من التشابه، حتى ما يعني يتعرض للمساءلة في كل سيطرة. وما أكثر السيطرات، أنا الآن من جيت عليكم على الاستوديو سيطرتين وقفتني، ولذلك ربما تأخرت دقائق. صحيح. يعني 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 يجب أن يعني هؤلاء ينظر بمشكلتهم، لأنه مشكلتهم مو مشكلة شخص أو شخصين، إنما هم يعني عشرات الألوف. صحيح. من الأسماء يعني إحنا الأسماء بالعراق كلها متشابهة شيخ مروان، محمد مثل ما قلت أنت، محمد، علي، جاسم وغيرها. هي هاي المشكلة عندنا. خلي بعدين نرجع على تشابه الأسماء. اليوم المواطن بالمناطق المحررة هو المتضرر من هذا التدقيق، خصوصا في متابعة معاملاتهم. يعني التدقيق يعني يروح لبغداد أو يرجع بالعكس، يعني مو من ضمن محافظاتهم. يعني مثلا انت تريد مثلا عندك معامله بفلان دائره. نعم. يعني اي معامله هي لازم تخضع لهذه الاجراءات. يعني مثلا عندك ختميا، مثلا انت في قضاء، مثلا قضاء الشرقاط اللي يبعد 100 كيلو عن صلاه عن تكريت عاصمه المحافظه، انت تجي من الشرقاط على مود تختم في دائره معينه او دائرتين، بعدين ترجع للشرقاط، بعدين ترفع معاملتك، بعدين تروح إلى بغداد أيضا تدقق في بغداد. يعني مثلا موضوعة، خلينا نجيب طاري موضوعة التعويضات، يعني تخضع إلى ثلاث مواقف أمنية يا الله حتى تأخذ شكلها وتذهب إلى اللجنة الرئيسية، لجنة التعويضات. يعني هذا الموضوع صعب جدا ويطول يعني سنوات، يعني يعني موضوع صعب. كذلك الدوائر الأخرى، أي معاملة، تحويل قطعة أرض، تقاعد، توظيف، تعيين، يعني يعني مواضيع كثيرة. أتذكر أحد الأشخاص طلع اسمه بتعيين وخضع التدقيق أمني، وأحدهم كاتب عليه كتابة سلبية، طبعا مو بحقه لأنه شخص يعني سوي ومحترم جدا، وكاتب عليه كتابة أنه كذا كذا، يعني متجني عليه لأنه ربما أكو أحقاد شخصية أيضا، يعني هاي تندرج ضمن هذا الموضوع، لأنه عنده حقد شخصي عليه ولغى تعيين هذا الشخص وراحت عليه فرصة بحياته. مثل المخبر السري، هذا الشغلات يعني المخبر السري، التدقيق الأمني، كلها يجب أن تنتهي وتعوض بإجراءات أسهل، كأن تكون موضوع التدقيق الإلكتروني عبر قاعدة بيانات، تكون تواصل بين الأجهزة الأمنية باللحظة، يعني أدق اسمك بالحاسبة يطلع عندي شكو عندك بالمخابرات، بالأمن الوطني، بالاستخبارات، وتنتهي مشكلتك خلال دقائق وتأخذ معاملتك شكلها الطبيعي وتنتهي. يعني هذا الموضوع هو بمعاناة كبيرة.